ذهبوا من أجل الحرية، فشلت الكماشات حريتهم، ذهبوا من أجل حياة أفضل فعادوا خائبين. هي قصة عشرات الحراقة الجزائريين الذين اختاروا إسبانيا كجنة موعودة، لكن ولا أحد منهم وجد الجنة الموعودة، وحملوا معهم صورة مقتل زميلهم محمد بودربالة. قتلوه ما قتلش روحه، باسكو علاش كيتبين لك باللي قتلوه؟ حنا ما شفناش عند ربي، معانا في الحبس بصح ما شفناش، باسكو طلعونا للسيلولات ويبلعوا علينا. في هذيك الليلة هو كان بايت مع صاحبه، أي خرجوا صاحبه ودخلوا عليه خمسة تاع ناس على حساب ما حكاونا، ضربوه 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 ضربوه، غدوة الصباح صابوه ميت. الطريقة اللي قتلوه بها اعتدائية زعما، هذه الحاجة الأولى، والزوجة قتلوه بطريقة خاصة زعما باللي ما خلاوهاش أون كابري باش طلعوه قدام الغاشي، ولا خلاوه في سيلون وقتلوه وما صرا عليك شو زعما، ماشي طريقة إنسانية زعما اللي يتعامل بها الإنسان، ولا ضربوه بالمطرق أموراجي أنتر كيما يقول لك هي اللي قتلته. كي قالوا لنا باللي ودي فلان ومات ما أمناش، ما كليناش خمس ايام، مازال ما كليناش. Je suis ici présent et on vient de recevoir 40 des gens, 40 personnes et on est, je suis là pour essayer de un petit peu de leur de les surmonter de leurs problèmes. قضية هؤلاء الشباب تفجرت بعد وفاة حراق بمخيم أرشيدون قبل أيام، وحلقت المأساة من بلاد الأندلس إلى وهران، وخيم صمت ممزوج بالخيبة على ميناء وهران الذي استقبل باخرة حملت العائدين من الشباب ورمت في البحر كل أمانهم التي حملوها معهم. الشباب باش نقول كلمه واحده زعما تخسي زعما، نقول كلمه واحده هي النهايه زعما، الجزائر هي ام اعز اي حاجه، ما كان لا فرنسا لا اي بلد يستوي اي بلد يتقدم منك اي شكوى، ولا الجزائر هي امك ابيك هو كل شيء، الجزائر هي المنفعه، ما كان لا حاجه واحده اخرى لا والو. رحلة حرقة اخرى تنتهي بمأساة، والسؤال يطرح للمرة الالف، لماذا يختار بعض الشباب ركوب البحر نحو المجهول؟